وعالميا استاذ جراحه وزراعه الكبد ورئيس المؤتمر الاستاذ دكتور ياسر. المؤتمر الرابع لاورام الجهاز الهضمي والكبد، وفي مجموعه متميزه جدا من كل اطباء مصر واساتذه مصر للمتخصصين في جميع التخصصات اللي تخص الجهاز الهضمي والكبد والجهاز المراري، جراحة والبطنة والأورام والأشعة التداخلية وكل شيء. وده عادتنا بقى لنا 4 سنين بنعمله، وفي المجموعة الممتازة مش بس من مصر، من على المستوى الإقليمي للعالم العربي والشرق الأوسط ومستوى الدولي. وهتقدم في أبحاث وحلقات نقاش وحلقات نقاش على مستوى كبير، وأظن كمان هيبقى في ورشة عمل قبل المؤتمر بيوم في الأشعة التداخلية. كنا عملنا قبل كده ورشة عمل في الجراحة في العمل السابق، السنة دي هي ضيق الوقت ما لحقناش، إن شاء الله السنة الجاية هنعمل ورشة عمل كويس قوي في الجراحة بالنسبة لاستئصال أورام الكبد وزراعة الكبد من متبرعين الأحياء. وهو هيركز السنة دي قوي على أورام الكبد الأولية والثانوية لانتشارها بصفة بنسبة كبيرة قوي في مصر. شكرا. طيب ايه احدث طرق العلاج؟ مفيش غير العلاج المؤلف، هو دلوقتي الامل الوحيد، ان العلاج الكيميائي جاب اخره، وصل الى بلاتو او اكس، يعني سقف مش قادر يخترقه. نسبه استجابه دي بتزيد قوي مع العلاج المؤلف، وعندنا ادويه مهدفه كتيره جدا الدوله ابتدت تجيب اجزاء كبيره جدا. زي ايه؟ زي الافاسن اللي دخل في التامين الصحي وفرض نفقه الدوله، وده دواء غالي جدا، الكورس بيتكلف 20,000. هل هيتم تثقيف الناس ازاي ان في دواء زي ده؟ في لجان بتحدد ان المريض ده محتاج للدواء ده وبتصرفه، موجود في التامين وموجود في خريطه نفقه الدوله، يعني الدوله بتدعم المريض فعلا. طيب ايه الاعراض اللي ممكن يحس بيها المريض فيحس ان هو عنده؟ هو بقى دي بقى هنا بقى المشكله دي اللي بتخوف الناس، لان اعراض الجهاز الهضمي الحقيقه للاسف هي ازدواجيه عاليه جدا. عيان كان طول عمره عنده اسهال بقى عنده امساك، او العكس نزيف من الشرق قد يكون بواسير او غيره، حمو، التهاب في جدار المعده اللي احنا بنعالجه بقى بقرص حموض وما شابه، كلها اعراض فيك، يعني فقد في الوزن، حاجات كتيره مش عايزين نخوف الناس. بس العيان اللي هو عنده عرض في الجهاز الهضمي ما يستجيبش العلاج التقليدي بسرعه، يحاول يعمل اشعه او انذار او ما شابه، يعني يدقق اكثر في التشخيص.